هذا بات هو الحل الوحيد لسكان غزة. هنا في جباليا غزيون يحفرون الأرض للوصول إلى خطوط أنابيب نقل المياه أملاً بالحصول على بعض منها في ظل نقصها الشديد مع تواصل القصف الإسرائيلي للقطاع لليوم 16 بعد المئة. جينا كل 15 يوم المية هنا نستخدمها للحمامات، نستخدمها للطبيخ، للطبيخ نسخنها نغليها على النار، طبعاً فيش غاز عندنا وبتجي ضعيفة مخدرنا بوسكة. جهد يبذله الغزيون في مهمة الحفر، وإن وجدت فإنها قليلة وملوثة ونسبة الملح فيها عالية، إلا أنها تبقى طريقتهم الوحيدة للاستحمام والطبخ وحتى الشرب. لنا أمراض، لنا عهات وداءات منها، مش صالحة للشرب بالمرة. إيش بدنا نعمل؟ تلوث المياه والغذاء وتدني مستوى نظافة المرافق العامة منذ بدء الحرب تسبب بارتفاع هائل بأعداد الأمراض المنتشرة بين النازحين، من بينها الإسهال والنزلات المعوية وأمراض جلدية.